ورايا بلدينا. ايه القرف ده؟ ده فين نفسك؟ يا ابويا ارجع حولي. روح جبر يلمك يا بقرة. جس الأجرة. استنى عشان بالله. وصل وصل يا سعادة النائب وصل. انت تؤمر. لا خلاص اعتبره من دلوقتي في ايد أمينة. هو احنا نقدر ما ننفذش اوامر سعادة النائب؟ موافقة الارض بتاعت سهل حشيش خلصت. الله الله الله. في رعاية الله في رعاية الله يا فندم. اتفضل. وانت بقى فالح بتعرف تنايل ايه؟ اي حاجة جنبك في سبيل ان السواح ينبسطوا. بس انا كان نفسي اطلع ظابط. ظابط؟ طب روح ظبط نفسك كويس. يا ما جام سيدي الطرابيش ايه؟ كل ده مطبخ. ده اكبر من بلدنا. شوف يا ابني. واتس يور نيم؟ 26. اسمك ايه؟ ايوه. ماي نيم از فالح عبد السميح فالح في روم قصر حيدر اسيوط. شوف يا فالح. أنا عايزك تعمل لي الطماطم دي كلها صلصة. العشاء بيبتدي الساعة 6 بالظبط. قبل 6 تكون عامل الطماطم دي صلصة. حضرتك عايز الساعة صلصة؟ كل دول يبقوا 6؟ يا جماله يا جماله. أنا أشرفك يا أبو عمو. مفيش أبو عمو. أنا شيف. هشرفك يا شريف. استنى. يا شريف. فاشل. ايه فاشل؟ مفيش شغلان عملتها في الفندق الا وعملت لي فيها مصيبه. امشي وما اشوفش وشك هنا تاني. ابوس ايد جنابك. انت نسيت وصيه سياده النائب ولا ايه؟ ما انا زهقت منك وطهقت. ابوس جرافات سيادتك. اديني فرصه تانيه. فرصه تانيه في الامن. انا طول عمري نفسي اطلع ضابط مباحث. ظابط مباحث يا ولا؟ انت هتتنك ولا ايه؟ واذا ما فلحتش هضطر امسك مكان سيادتك. ايه الشياكه دي يا عم؟ اي حاجه غير عاديه بلغوني بيها طوالي. ماشي يا بوس. انا هعلمكم الادب. الورا سينيوري. Non è possibile che esco dalla piscina la stanza non è ancora pronta. Agli subito responsabile. اهدى. كاتشا سينيوري. ترجمي لي ادينا بوس ايدك. الراجل ده خطر ولا ايه؟ لا 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 خطر ولا حاجه عادي. اصل ده نزيل ايطالي كل يوم لازم يجي يعمل مشكله. Voglio subito il responsabile. الله يحرقك. الواد ده عينها بيقول ايه؟ بيفكرني بحمار بلدنا. انا حمار يا حمار يا بقف يا زباله. ده طلع ايطالي من صام الله. يا فندم الكلام ده هو اللي قاله فالح بالحرف الواحد. مش ممكن يا فندم عيل زي دوت هيكذب عليا انا. وساعتك ما تنساش حس الامني. طبعا طبعا. عيبك انك صدقت كلام الواد الغبي ده. يا سياده العميد حد ياخد بكلام عيل زي ده؟ ده فاشل وانا مستحمله بس العله. اصل سياده النائب كان مكلمني. انت بقى فرد امن منك ليه؟ اسمع يا جدع انت الحكايه دي تشيلها من دماغك خالص. وموضوع ان انت سمعت حتى لو كنت سمعت برضه تنساه خالص. وبعدين انا متاكد ان انت بتخرف. بخرف كيف يا فندم؟ بقول لسيادتك انا سمعته بودني اللي اكلهم الدود. حضرتك الواد ده شكله مجرم. شفت دراعه كديه؟ اسمع يا جدع انت تنسى الحكايه دي خالص. انا المدير بتاعك هنا واوامري تنفذ. فاهم؟ تنفذ. انت بتزعق ليه؟ ابو العمل هنعمل ايه؟ ولا هنعمل حاجه. ما انت بلغت مدير الامن اهو وعملت اللي عليك. يعني اللهم بلغت اللهم ما فيش حاجه خالص ولا هتعمل حاجه. يعني ما تضايقش نفسك. ما تضايقش نفسك كيف؟ كيف؟ بقول لك مش واثقين فيا.
مش مصدقني. انا عن نفسي مصدقك جدا. ما انت مش مهم، المهم هم يصدقوني يعرفوا امكانياتي. الكلام اللي انت سمعته ما حدش سمعه غيرك، والكلام اللي انت سمعته ده ممكن تكون فهمته غلط. لما اسمع واحد بودني بيقول انه هيخلص على واحده، معناها ايه هيخلص على واحده؟ يطلب يدها؟ بس انا عذرك، انت ما عندكش حس امني. بس انا عندي حس امني، لما اشوف حاجه بشوف حاجات تانية انا بس اللي شايفها. يا جماعه احنا سكيورتي كبرنا، نفض خناقه، نوصل واحد سكران لاوضته، نمسك اتنين في وضع مخل. ده بالنسبه للبهائم اللي زيك. انما انا لن اسمح ان الجريمه دي تحصل في الفندق وانا موجود. طب تقدر تقول لي ايه هو دليلك على الكلام ده عشان يصدقوك يا عم الفقيك؟ تعرف يا ده منصور، على قد انك بقره وفحل جاموس وما بتفهمش، انما ساعات بتقول كلام بيدخل المخ. الناس دي محتاجين دليل. منصور ايه؟ انت تروح دلوقتي لحد الريسبشن تجيب من هناك لسته بكل اللي اسمهم سماح، وانا اروح اوضه وسيم اجيب اكبر دليل يثبت ان الراجل ده مجرم.